السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي لكم واهلا وسهلا بكم يا ميت مرحبا. اليوم احنا عندنا احد المقامات اللي كثير من الاصدقاء يسألون عليه، وهو مقام الدشت اللي راح نشرح لكم اياه بصورة ان شاء الله جيدة وجميلة وتكون سهلة عليكم. قبل ما ابدأ معاكم زياد هادي، استاذ آلة العود والغناء العربي في العراق. رحب جميع مشاهدينا واخواننا الاعزاء، لا تنسون الاشتراك بالدورات الموسيقية اللي هي 8 محاضرات شهريا اونلاين عبر الواتساب او الزوم، وتقدرون تشتركون من خلال رقم الهاتف مالتي الواتساب، تقدرون تدخلون عليه واعطيكم انه كم اشتراك الدورة، وان شاء الله بسيط وسعره بسيط. احنا نروح اليوم على مقام الدشت اللي هو كثير سألونا عليه وما موجود هو بالاعتقد باليوتيوب. فعندنا طبعا هي كلمة دشت، كلمة فارسية تعني طبعا الصحراء، السهل، خارج البيت. يعني مقام الدشت هو طبعا هو احد مقامات الفرعية لمقام الحسيني، ويرتكز دائما على الدوغا الري زين عيني، يبدي يعني يبدي من الري، و نقدر نصوره احنا على اكثر من درجة معينة، نقدر نصوره على اي درجة معينة، هو يبدي من الري، بس ممكن من الصول وممكن اسوي من الدو. ودائما يقرأ بالشعر العربي الفصيح، وهو الاصل مالته ناس تقول انه بعض البعض يقولون انه منا من العراق وسموه دشت عرب زين، والبعض يقولون لا من بلاد فارس. وطبعا قراءه المقام يحرر دائما في بدايه التحريف بقراءه المقام يحرر بدرجه الجهر قا بالفا، وينزل ثم الى الدوغا، ويصعد ثم النوم الى الجهر قا، ودائما لفظه اه، ويصعد الى درجه العجم اللي هي درجه العجم اللي هي موجوده هنا، اللي هي هنا اللي هي سي بيمون زين اني. ودائما يختم المقام ب اي اي كلمه اي امان 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 في نهايته. طبعا الابيات الشعريه دائما تدخل بالعربي الفصيح في هذا المقام، وهذا المقام هو من اجمل المقامات اللي هو بشجن وبكثير من الأمور اللي تعطي روحية قوية بالحزن، ونقدر إنه نسمعكم جزء من عنده في آلة العود حتى تعرفون كيف راح يكون. نعم أخواني، الآن بالعود، هذا العود راح يسألك، راح يسأل عندك هنا ما بالفاء، تبدي بالفاء، يسأل عندك فلا صول لا لا، شوف لاحظ فا صول لا صول لا فا صول لا صول لا دو لا 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 دو سي بيمول باوي لا صول فا صول فا صول فا صول لا سي دا صول فا مي كار ناخذ طبيعي سي دو سي دو سي دو ري دو سي لا صول لا صول هذا ري لا 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 فا لا فا لا فا صول لا. الآن راح يجي عزف Thank you.
انا اختصر بيها بالتقاسيم كون انه يعني يحتاج فتره، وان شاء الله اتمنى انه علمتكم في شيء بسيط عن مقام الدشت اللي هو دائما يبدي من الري ويبدي دائما بنغمه هذا الري هاي الري اتمنى انه ان شاء الله وفقنا بهذه الحلقه، وتحياتي لكم. لا تنسون الاشتراك في القناه واللايك، وانه تسوون عمليه مشاركه لهذا الفيديو، ولا تنسون الدورات الموسيقيه اللي حب يشترك انا حاضر. وتحياتي لكم ومع الف سلامه. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.